لا إله إلا الله.
محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تعال وأرسل وبلغ وعد وتقبل ثواب ما فرعناه من القرآن العظيم، وما علمناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما امتحناه وما صليناه وما سلمناه على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من جراد مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذه المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة، نقدم ذلك ونحجيه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريات أهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين 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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثم إلى أرواح قائمات المتحدين ومقلده في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلماء الحالة المفسرين وسائر سادات صوفية المحققين أينما كانوا وصديقين وشهداء صالحين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ القدرين قدار قادرية والنقصب النية وجميع أهل الدرج العالية الربانية خصوصا حضرة الشرطة العليا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخ أهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومتركه أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سيدنا الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرجاني ومشايخهم وأصولهم وفروعهم وخصوصا سيدنا الشيخ محمد عثمان الاسحاقي وسيدنا الشيخ احمد اصرار اسحاقي ومشايخهم واصولهم وفروعهم والينا الحاضرين معهم اجمعين ثم الى ارواح ابائه وامهاتنا ومشايخنا واهلنا واخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من احضرنا الينا وعسى علينا ولمن الحق علينا وعوصانا واستوصانا وفلتنا عندك بدعاء الخير ثم الى الارواح ثم الى ارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات في جميع الجهات اسال واوصل اللهم دور ذلك منا اليهم واجعله نورا يسعى بين ايديهم اللهم اجعله فداء لنا وله من النار وعجا لنا وله من النار وبكاكا لنا وله من النار وبراءه لنا وله من النار ونجاه لنا وله من النار وامنا لنا وله من النار وسترا لنا وله من النار وحجابا لنا وله من النار وشراعا لنا وله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم وواسع مدخلهم وقهم فتنة الكفر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين الى جنتك مع الذي انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا رؤوف يا حليم يا الله يا عظيم الذي يرحم ويغفر ذنب العظيم يا حنان يا منان يا قديم الأحسان يا من إذا سئل عنه وإذا تعين وعان وبعلومهم وبركاتهم وكرماتهم وأسرارهم وأنوارهم خاصة بحق وجاه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وبركات سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرجاني وسيدنا الشيخ محمد بن الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أصرار الإسحاقي رضي الله عنهم إن لهم إيماننا وإيمان أهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا سراجا ولا تكن لنا لهم سرا
سراجا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكن مشتبها علينا ونصلح هوانا واجعل جمعنا هذا جمعا ملحودا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا مهديا معصوما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأكفنا بفضلك ومنك وكرمك وجودك عمن سواك اللهم اكفنا من خفضة بلطفك وإحسانك واحفظنا من كل حجاب بنذرك وحمايتك وحدثنا عن ذنوبنا بعدك وغفرانك ونجينا من شر الشر والبؤس والضهر والظلم والنقام والمحن والإحنان والفتان ما ظهر منها وما بطن بحبك وكنافك اللهم اجمع شتات قلوبنا بحسن رعايتك وعنايتك وعنا بغير رحمتك ومنتك وعمرها بحمدك وشكرك وافقها للقيام بذكرك وحكمتك اللهم اعطنا حلاوة تضرعك ومناجاتك واسلك بنا طريق محبتك ومعرفتك وافتح لنا كل ما يؤدينا الى قربك وفضلك واغلب عنا كل ما يشغلنا عن عبور يدك ومرضاتك وحدث لنا بخير وبعد وفضلك وعيادك وذلنا يوم لا ذل إلا ذلك بلطفك وحبك ولطفك وعلقنا بالذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار نعمتك ورضوانك اللهم علق الرحمة والمحبة والمجدة والألفة والشفقة بيننا وبين خلائق كلهم أجمعين بحق شحنك الله فقل هو الله وحسبي الله ألا إن حسب الله هم الغافلون يا الله يا الله يا الله أمن علينا بالصدق والصفاء والوفاء في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا من الصديقين المصطفين الأخيار في الحال والمال وثبتنا عند جوار صراطك المستقيم وبلغنا إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في دار النعيم وعبدنا لذة النذير وجهك الكريم هذا بشفاعة حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب أدخلني مدخل صدقك وأخرجني مخرج صدقك واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرق عنا صبرا توفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار ومن دون النظر منك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة